السلام عليكم مشاهدينا، أجدد الترحاب بكم وبضيوفي هنا في الأستوديو، دكتور عبد الرحمن الفرا الباحث في الشؤون الأمنية وجماعات الضغط، دكتور خليل مبروك الصحفي والباحث السياسي، والأستاذ محمد وريور الصحفي والمحلل السياسي. إذن تصعيد كبير بالمواقف والتصريحات والتهديدات. نتنياهو يتحدث عن رد قاس وتوقعات بهجوم إسرائيلي وشيق قد يطال المنشآت النووية ومحطات النفط والعديد من البنى التحتية، ما يفتح كل الاحتمالات أمام عودة قوية لأحاديث الحرب الإقليمية. نتنياهو يهدد إيران ويسعى إلى حرب مستمرة. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة لإيران بسبب الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل. ونقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن نتنياهو أن إيران تقف وراء الهجمات من غزة ولبنان وسوريا، مشيرا إلى أن إيران أطلقت بالفعل مئات الصواريخ على إسرائيل في أكبر هجوم باليستي في التاريخ، وأكد ألا دولة في العالم ستقبل مثل هذا الهجوم على مواطنيها، ولن تقبل إسرائيل أيضا. وأضاف الموقع أن تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متزايدا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله من جهة وحماس من جهة أخرى. قناة عبرية تقول إسرائيل تهاجم إيران خلال الساعات المقبلة. ذكرت القناة 14 العبرية أن إسرائيل تخطط لتنفيذ هجوم قوي وذو تأثير على إيران ردا على الهجوم الإيراني الذي وقع الأسبوع الماضي. وأوضحت القناة أن الرد سيكون حاسما وفعالا. وقالت القناة نقلا عن مصادر إن عددا من المنظمات غير الحكومية تلقت تحذيرا بشأن موظفيها، مفاده أنه وفقا لمصادر أمريكية فإن إسرائيل قد تنفذ هجوما ضد إيران في الإطار الزمني القريب، أي خلال الساعات القادمة. وجاء في التحذير أيضا أن هناك احتمالا لإطلاق صواريخ باليستية من إيران باتجاه إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي. وأوصت المنظمات بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية لأن الردع الفعلي سيكون قبل أقل من 15 دقيقة من الهجوم. وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت عن تغييرات في التوجيهات الدفاعية الخاصة بالجبهة الداخلية. إذن كان هذا حديث حول تهديدات بنيامين نتنياهو ضمن إطار التهديد بقصف إيران، أيضا ضمن سياق التداعيات بضربة إسرائيلية ضد إيران. نناقش أيضا فكرة التداعيات التي يمكن أن تنعكس على قطاع غزة ضمن سياق فكرة مقال للأستاذ حازم عياد حمل عنوان محور الخوف نتساريم ثغرة قاتلة في استراتيجية الاحتلال. الأستاذ حازم عياد معنا لنقاش فكرة هذا المقال، أهلا بك معنا أستاذ حازم. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. أشرت في البداية حول مستقبل هذا المحور في ظل وجود حالة مقاومة في شماله وكذا في جنوبه، إلى أين تسير فكرة بقاء أو عدم بقاء هذا المحور برأيك في ظل هذه المستجدات؟ بداية أذكر ما تقييمات القادة العسكريين الإسرائيليين الذين أشاروا لأن هذا المحور سيتحول إلى عبء كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانوا يطالبون نتنياهو قادة الفرق الأربعة التي كانت نشطة في حينه في قطاع غزة، كانوا يطالبون نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق واتفاق سراح الأسرى ويتضمن انسحاب من هذا المحور استعدادا للعملية العسكرية التي كانوا يعدون لها في لبنان وجنوب لبنان. هذه كانت توصيات القادة العسكريين، وكانوا يرون أنه لا قيمة استراتيجية لهذا المحور، بالعكس أنه سيتحول إلى عبء، وأن القيمة بالنسبة هي سياسية. أراد نتنياهو أن يقدم من خلالها صورة للنصر وأنه هو من يملك السيطرة داخل قطاع غزة، وهذا كان خلافا لما كان يراه قادة عسكريون. ويبدو أن هذه القراءة التي قدمها القادة العسكريون الإسرائيليين صحيحة، لأن الانخراط حجم الانخراط الإسرائيلي في المعركة شمال فلسطين على الحدود اللبنانية وداخل الأراضي اللبنانية انخراط كبير وهائل، وفتح معركة أوسع مع الجانب الإيراني وفتح جبهة واسعة أيضا من العراق نشطت على نحو غير مسبوق. يعني شاهدنا ضربات موجعة تأتي من العراق،
هذه كله يتطلب من الاحتلال الإسرائيلي أن يوجه جزء كبير من يعني موارده العسكرية باتجاه الجبهة الشمالية وباتجاه التعامل مع التحديات القادمة من البحر الأحمر ومن العراق ومن الجبهة السورية، وبالتالي ستضعف السيطرة والتحكم الجوي على قطاع غزة وعلى المناطق التي تتواجد فيها القوات العسكرية، خصوصا أن هذا المحور يقطع شمال قطاع غزة عن جنوبه ويتموضع بشكل أفقي في القطاع. أشرت إلى مسألة في غاية الحساسية، أن هذا المحور يمكن أن يتحول إلى كما أسميته يعني ثغرة موت، ويمكن أن يكون هدفا كما كان غلاف قطاع غزة هدفا في 7 أكتوبر، بل على العكس هو أقرب حتى من الخروج لخارج سياق جغرافيا القطاع. نعم، هو أكثر هشاشة، ومن السهل جدا يعني بناء يعني أنفاق هجومية، فضلا أنه تعرض لهجمات مميتة شنها العشرات من المقاتلين الفلسطينيين. ويوم اليوم تحدث قادة الجيش الاحتلال في القطاع أن المقاومة تعد هجوما، وأن المقاومين يحتشدون على جانبي هذا المحور. لذلك في خطوة استباقية أطلق الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مخيم جباليا على أمل أن يدفع المقاتلين الفلسطينيين لتغيير وجهتهم باتجاه الشمال، وبالتالي تجنب فضيحة عسكرية تتزامن مع اليوم 7 أكتوبر. هو يتوقع أن هناك هجوما كبيرا سيشن على المحور، وبالتالي المحور يمثل هاجس حقيقي ليس وهما يعني. وهذا ما يفسر النشاط العسكري اليوم في جباليا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، ربطه العديد من المحللين الإسرائيليين بأنه محاولة لإحباط هجوم على محور انتسريم، ومحاولة للضغط على المقاومة لتغيير أولوياته. إذن المحور يمثل فجوة حقيقية ونقطة ضعف كامنة، ليس هو فقط بل أيضا معبر رفح أو مثلث صلاح الدين. أيضا هذا تواجد القوات الإسرائيلية فيه وغياب الغطاء الجوي نتيجة توجيه أغلب الموارد إلى الشمال، ومن ضمنها الموارد البشرية التي تدير طائرات المسيرة، هذا كله خلق فجوة هائلة يمكن أن تستثمر فيها المقاومة الفلسطينية. إذا لم يكن يوم غد، فعلى الأقل خلال المرحلة المقبلة وخلال بلوغ المواجهة بين المقاومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي ذروتها. ويتوقع أننا لم نصل إلى الذروة، نحن رغم أن الاحتلال اشتبك بكامل قوته خلال الأيام القليلة الماضية، اليوم 6، ولم يتمكن الاحتلال من تحقيق اختراق حقيقي في الجبهة الشمالية اللبنانية، رغم أن له اليد العليا بالأصل، لأن امتلك زمام المبادرة من خلال استهداف منظومة السيطرة والقيادة في حزب الله. لكن كل هذا يبدو أنه لم يكن له أثر على ميداني بالنسبة لحزب الله، والإسرائيل لم تتمكن من تحقيق تقدم رغم أن القتال محتدم وقتال عنيف ليس قتالا عاديا في شمال لبنان. هذه كلها تفتح أفقا واسعا للفلسطينيين في قطاع غزة لتوجيه ضربات موجعة تشبه التي وجهوها في 7 أكتوبر، مع ميزة تفضيلية بأن هذه المواقع هم يعرفونها، وهي مواقع يعني هشة، خصوصا هذا المعبر لأنه كما ذكرت لك يتموضع في موقع يعني غاية الحساسية. نعم. قد معبر رفح أفضل في وضعيته. وقبل أيام شن المقاومون الفلسطينيون هجوما على منطقة حدودية محاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي 48 في خان يونس، وعلى مدى 24 ساعة خاضوا يعني معركة على مدى 24 ساعة على شكل كمائن معقدة ومركبة، وكانت فعالة وكانوا يتحركون بأريحية وسهولة. فما بال وهذا على منطقة تعتبر صلبة ليست رخوة أمنيا على 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 يعني دعني أقول لك على تخوم خان يونس، على تخوم قطاع غزة، فما بالك عندما تكون في عمق قطاع غزة عندها سيكون الكارثة أكبر. هذه تخوفات حقيقية عند الإسرائيليين وتربك حساباتهم وتدفعهم لنقل الفرق من الشمال إلى الجنوب، ويتعاملون مع موارد محدودة واضح جدا عندما ينقلون 3 ألوية من جنوب من رفح ويرسلونها إلى جباليا في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية وتغيير أولوياتها. لكن لا أعتقد أن ذلك سيغير الكثير، ستبقى هذه الفجوة
مناسبة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية لأن تحقق فيها مفاجآت إن لم يكن يوم غد فخلال المرحلة المقبلة. أيضا ظهرت فجوات أيضا لاحظناها في أراضي 48، فدائي من فلسطيني 48 وجه ضربة قاتلة لمنظومة الأمن الإسرائيلية التي كانت في حالة استنفار وفاجأهم بضربة في حين كانوا يتوقعون أن هناك 40,000 من العمال الفلسطينيين الذين دخلوا من الضفة الغربية، هؤلاء دخلوا بطريقة غير مشروعة عن طريق القدس، كانوا يتوقعون أن تأتيهم ضربة من هؤلاء، لكن الضربة جاءتهم من 1.5 مليون فلسطيني الذين يعيشون في الضفة في 48. إذن هناك العديد من الثغرات التي ستكبر وستتوسع في ظل يعني توسعة الاحتلال الإسرائيلي لدائرة الاشتباك. فإسرائيل ذهبت إلى معركة باستراتيجية مليئة بالثغرات، ولعل أكبر ثغرة موجودة هي في قطاع غزة، وبؤرتها الرئيسية والمركزية هي في محور نتسارين الذي حذر منه قادة الاحتلال قبيل الذهاب إلى معركة. وأشرت في المقال إلى دعوات مستمرة من قادة داخل الجيش بضرورة الانسحاب من محور نتسارين خشية أن يتحول إلى حالة رخوة كما تفضلت. كل الشكر لوجودك معنا أستاذ حازم عياد الكاتب والمحلل السياسي ضمن نقاش مقالك محور الخوف نتسارين ثغرة قاتلة في استراتيجية الاحتلال. إن كان هناك تعليق ضمن إطار ما تفضل به الأستاذ حازم عياد حتى ننتقل بعده إلى موضوع التهديدات بضرب إيران. يعني ما تفضل به الدكتور حازم أمر مهم فيما يتعلق في أن محور نتسارين وما يقابله أصبح عبء أكثر من أن يكون ورقة على الطاولة، وبما يقابله حتى أيضا محور فيلادلفيا. نعم. اللي بالمناسبة الليلة تم سحب الفرقة 162 وأزج بها في شمال قطاع غزة لمحاصرة جباليا وللانقضاض على أهلنا وشعبنا هناك، كلها نناقش هذا الموضوع بعد. نعم. قليل. لكن هذين المحورين حقيقة أصبحوا عبء على هذا الاحتلال، أصبحوا هم عبارة عن محورين للكمائن والاستهدافات المقاومة الفلسطينية، والمقاومة أصبحت يعني اليوم تضع جدول في ضمن مراقبة ورصد دائمين لتحركات العدو. نقطة ثابتة. أصبحت اليوم هذه النقطة ثابتة، وأصبح اليوم هناك تحركات واضحة، وكمين الفخاري اللي بعض الإعلاميين شبهوا الفيديو تبعه مش فيديو كمين. نعم. قالوا هذا فيديو فيلم. نعم. ده فيلم. نعم. كانوا بيمثلوا يعني. وكان الناس تمثل هذا. نعم. هذا المشهد في ظل حالة النقص والعوز في أعداد المقاتلين وفي أعداد العدة والسلاح والكذا، الذي كله لم يتأثر بفضل الله ثم إرادة هؤلاء المقاتلين بعد عام كامل من القتال. الإرادة موجودة والعزيمة موجودة وكل الإمكانات تتوفر إذا ما توفر ذلك. الأهم من ذلك أن تكتيكات المقاومة اليوم تغيرت. في الوقت السابق خضنا وشهدنا قيمنا نوعين من أنواع التكتيك تبعتهم المقاومة، دفاع صد ودفاع دائري. اليوم تغير إلى دفاع النقطة. لماذا؟ لأن العدو أصبح يستخدم هذين المحورين، محور نتسارين ومحور فيلادلفيا، للانطلاق والإغارة في ما أسماه بالمرحلة الثالثة من المعركة ومرحلة العمليات الجراحية. دخول سريع يسبقه استهداف من الطيران. هذه عملية الفخاري، كمين الفخاري أعقبها بعد يومين مباشرة دخول سريع إلى منطقة معن في ما بعد الفخاري باتجاه منطقة قلب خان يونس. قطع العدو ليس من لم يتقدم ولم يتقرب من المناطق الحدودية، تقرب من عبر رفح وعبر منطقة جزان النجار ودخل إلى منطقة معن. قطعت الدبابات ما يقارب 5 كيلو، سبقها استهداف 14 بيت مأهول، استهدف الناس وهي نائمة في بيوتها وحاصر المنطقة. هذا فرض على المقاومة أن تستخدم ما يسمى بدفاع النقطة وأن تقوم بوضع خططها وإعادة تكييف خططها وفقا لطريقة تموضع العدو وطريقة تقدمه. يعني أعتقد جزء مهم جدا الانتباه إلى الأخطاء الجانبية التي تترتب على عملية الهروب للأمام ومراكمة التكتيكات من غير استراتيجية كما قلنا. ما الذي يدفع إسرائيل لإقامة أو دولة الاحتلال لبناء خاصرة رخوة داخل قطاع غزة؟
تاريخيا في الحالة الفلسطينية هناك يتحدثون دائما الضفة الغربية هي الخاسرة الرخوة، المناطق التي يمكن أن يأتي منها المقاومون. أنت الآن عندما تتوغل إلى داخل قطاع غزة وتستطيع أن تسيطر على الحالة الميدانية، لماذا تضع مكان يمكن استهدافه ومهاجمته؟ هذا يقودنا إلى السؤال ربما الذي تحدث عنه أولمرت أو الإشارة التي تحدث عنها. إسرائيل لا تحتاج إلى معبر نتسارين فعلا لتنفيذ عمليات برية ميدانية، لكنه يحتاج إلى ذلك لتفكيك المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية وعرقلة إمكانية التوصل إلى أي اتفاق. كروت إكسترا. نعم صحيح، ويريد أن يلقي بهذه الورقة على الطاولة في أي وقت، حتى لو تم التفاهم على موضوع صفقة التبادل وقبلت المقاومة الفلسطينية بما يقدم من شروط، وفي موضوع الانسحاب مرحلته بالطريقة التي يريدها، هو سيبقي شيئا على الطاولة ترفضه المقاومة، وهو بقاء هذا اللسان العسكري الذي يشتر قطاع غزة بين الشمال والجنوب. خلق هذه الحالة هو حقيقة استراتيجية تفاوضية تخدم بنيامين نتنياهو فقط في عملية الهروب للأمام، نعم. لكنها تلحق به أضرار على المستوى النفسي فيما يتعلق في إدارة هذه الحرب، على مستوى تصدير جبهة غزة كموقع أخفق فيه حتى الآن في تحقيق الانتصار، وبالتالي هذا جزء من الحماقات التي كنا دائما نتحدث عنها بأنه أن الله سبحانه وتعالى يسلط أخطاء على الظالمين، منها حماقاتهم وارتكابهم هذه الأخطاء. نعتقد قضية معبر نتساريم ستكون أول الدلائل على أن بنيامين نتنياهو يربط الحبل حول ركبته. لدينا حديث مطول أيضا فيما يرتبط بقطاع غزة والقصف إلى جانب حالة التضامن العالمي، لكن يسبق ذلك التهديدات والتي ربما تغير كثير من التحليلات وكثير من مربعات النقاش. نحن نتحدث عن تهديد برد قاسي من قبل بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تحدث فيه مرشد الثورة الإيرانية في خطبة الجمعة الماضية بأننا رددنا على جريمة سابقة، بالتالي نحن أمام ما يشبه حالة التعادل. اليوم نتنياهو يريد الاستهداف. برأيك شكل هذه الضربة، نوعيتها، هل نحن أمام حرب مفتوحة أو بوادر؟ هو بلا شك نتنياهو يريد أن يدخل المنطقة في حرب مفتوحة. قبل قليل تحدث بزشكيان بأن الضربة كانت ضربة نوعية لأهداف عسكرية وكانت بموعد مسبق، لأننا لا نريد توسيع دائرة الصراع، وهو الأمر الذي لا يريده نتنياهو. نتنياهو بشكل واضح يريد الاستفادة من هذه اللحظة ويقوم بتوسيع دائرة الصراع، ويستهدف كما استهدف قبل ذلك حسن نصر الله واستهدف هنية في عقر الحرس الثوري الإيراني. يريد أن يقوم بتوسيع الصراع لأن نتنياهو يستعد، أو كان يبدو بأنه كان يستعد لهذه المعركة، وكان ولديه أهداف واضحة عندما يقول بأننا يتحدث هاليفي وغيرهم من الأهداف لدينا واضحة فيما يتعلق بالنقاط الإيرانية التي سوف نقوم باستهدافها، ولكن وجود مثلا كوريلا ووجود الإدارة الأمريكية هو فقط من أجل التنسيق على وتحديد هذه الأهداف بدقة وتحديد وتوقع رد الفعل الإيراني، لأن إيران حتى ولو كانت لا تريد توسيع دائرة الصراع، ولكن بحسب التصريحات فإذا أردتم أن ندخل في حرب مفتوحة فنحن على استعداد للدخول في هذه الحرب المفتوحة. وأيضا وجود يعني بزشكيان في العراق ووجوده قبل ذلك في الخليج بشكل واضح الأمر يتحدث عليكم دول الخليج أن تنحوا أنفسكم جانبا وألا تدخلوا في هذه الحرب، لأنكم إذا دخلتم فيها فأنتم لن تكونوا في منأى هم أعلنوا الاستهداف. أعلنوا الحياد يعني. صحيح، ولن تكونوا في منأى، القواعد الأمريكية منتشرة في الخليج العربي لن تكون في منأى عن الاستهداف. الولايات المتحدة قبل ذلك كانت تنسق مع الاحتلال، وكانت عندما يشعر الاحتلال بالخطر إذا بارجة أو إذا سفينة حربية أو حاملة طائرات كانت بعيدة تعود من جديد إلى المنطقة حتى تكون بالقرب من الاحتلال وتقوم بإسقاط الصواريخ إذا كانت تشكل أي تهديد للاحتلال أو فشلت منظومة القبة الحديدية في ذلك. ولكن نتنياهو كسر كل القواعد حتى في سياساته مع التعامل مع الولايات المتحدة، قواعد الاشتباك ونقاط الاشتباك وإلى آخر ذلك. أتوقع وأعتقد حتى مع كسر هذه القواعد لا يوجد اتفاق واضح
على استهداف مثلا القواعد القواعد النووية والصواريخ النووية والموجودة داخل إيران. لا يوجد اتفاق لدى الإدارة مع الإدارة الأمريكية على استهداف هذه القواعد، رغم أن نتنياهو كما ذكرنا بات من الصعب أن نتنبأ بما سوف يقوم به. هو لديه بيتعامل بسياسة الأرض المحروقة، الجميع لديه مستباح، ربما يستهدف خامنئي، يستهدف الحرس يعني الثوري. ضمن سياسة التوريط صحيح، يعني إن كنتم لا توافقون فأنا قادر على توريطكم، وربما حتى يقوم باستهداف بزشكيان أو المقر الرئاسي. كل الأمور بالنسبة إليه باتت مفتوحة. ولكن هل سوف توافق الإدارة الأمريكية على استهداف هذا هو السؤال المليون كما يقولون. لنرى يدعوت حرونوت أيضا كيف تناولت هذه المسألة ضمن تغريدة دكتور خليل العناني. يدعوت حرونوت الصحيفة الإسرائيلية محادثات بين ممثلين عن الدول الصديقة وقادة الجيش الإسرائيلي، قادة الجيش الإسرائيلي وليس الحكومة، جرت صباحا لتنسيق الرد على إيران. يتساءل دكتور خليل العناني، يا ترى من هي هذه الدول الصديقة؟ نعود للسؤال الذي ختم به الأستاذ محمد. عفوا بس أستاذ، هذا قبل مجيء يعني كوريلا إلى المنطقة. يعني الدول الصديقة لم تكن الولايات المتحدة. هذا التصريح كان قبل وصول الدول الصديقة القيادة الأمريكية، دول المنطقة يعني الدول التي قد تتضرر بهذا الرد. لكن هل فعلا يمتلك نتنياهو الجرأة الحقيقية للذهاب باتجاه حرب بهذا الحجم دون موافقة أمريكية، ومن ثم يعني تأتي الموافقة الأمريكية؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك إسرائيل الدولة لتواجه حربا مفتوحة. يعني ربما لديها مشكلة مع شخص بنيامين نتنياهو، لكن ليس مع الدولة، يعني مع دولة إسرائيل. يعني بنيامين نتنياهو من بداية هذه الحرب رفع ما يعرف بشعار حرب استقلال عن الإرادة الأمريكية منذ الأيام الأولى، عندما كان يشاع جو بأن الولايات المتحدة تحاول إقناع إسرائيل بضبط النفس. كان يخرج في خطاباته ليعلن بأن إسرائيل لا تتصرف كولاية أمريكية، وإنما كدولة مستقلة لها الحق في ممارسة كل شيء تريده. هذا القاعدة الأولى التي ينطلق منها. وبالتالي هو عندما يعمل الآن في هذه المنطقة، عندما يتحدث عن تغيير الشرق الأوسط، هو يدرك أن إسرائيل غير قادرة على إعادة بناء وتشكيل شرق أوسط جديد. ربما يتحدث عن تغيير ولاءات أنظمة، عن بناء صداقات، لكن هل تستطيع إسرائيل فعلا أن تتمدد بالطريقة التي يتحدث عنها عن خرائطها؟ هو عنده مشكلة، ناقص 10,000 جندي لحتى يقدر يواصل حربه على لبنان. هل يستطيع أن يحتل من شمال الليطاني ويذهب إلى الغوطة في دمشق ويحتل جزء من العراق وبعض أراضي الحجاز في السعودية، مخطط مفهوم إسرائيل الكبرى؟ دولة إسرائيل عاجزة عن ذلك. لكن هو يتحدث عن تغيير البنية السياسية في هذه المنطقة. هو يريد أن يعمل لنفسه وليس لصالح المعلم الكبير، مش لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هو يرى أنه إذا كانت واشنطن لديها الحق على سبيل المثال في اغتيال قاسم سليماني، رجل دولة إيراني على أراضي دولة أخرى مستقلة، فما الذي يمنعه؟ لماذا لا يكون لديه هو الحق بأن يغتال من يريد؟ وبالتالي هذا يعيدنا إلى ما تفضل فيه الأستاذ محمد. هو ذهب لاغتيال إسماعيل هنية خارج الأعراف والسياقات الدولية. هو ذهب لاغتيال حسن القنصلية الإيرانية، القنصلية الإيرانية في دمشق. من هنا بدأ يرى أن إسرائيل فوق قواعد القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بتصرفها في المنطقة، وهذا ما يمكن أن يقود فعلا إلى الذهاب إلى حرب مفتوحة، حتى رغم إرادة الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لو قررت إسرائيل مهاجمة واشنطن ستكون الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لها. هذا بيت القصيد. إلى أي مدى يعني الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي من تعطي هذه النشوة؟ يعني لربما عبر عنها بشكل مباشر أو غير مباشر ترامب قبل أول أمس، عندما قال أنه عندما سئل بايدن هل تؤيد ضرب إسرائيل للمنشآت النووية، قال لا، يعني رفض المسألة. ترامب قال كان يتعين عليه أن يجيب بنعم، يعني على إسرائيل أن تقصف المنشآت النووية. هل حديث ترامب حديث انتخابي، نشوة انتخابية، أصوات وما إلى ذلك، ومن ثم عندما يصبح رئيس تصبح المسائل مختلفة؟ يعني هل هناك شكل من أشكال الدعم من قبل الجمهوريين لبنيامين نتنياهو هو الذي يذهب به إلى ما تفضل به قبل خليل دكتور خليل؟ يعني هناك أمر مهم يجب الانتباه إليه، أننا في مرحلة انتخابات، ومرحلة الانتخابات تعني أن الكلام والحديث يجب أن يخدم مصلحة الصندوق.
اليوم ترامب يجد تفوق كبير من الطرح الديمقراطي في دعم الموقف الصهيوني. ما قدمه الديمقراطيون في هذه المعركة نعم. لنتنياهو لم يقدمه نعم. أحد وفعلا بايدن. وقالها بايدن نعم. لا أحد نعم. قدم هذا الدعم لإسرائيل كما قدمناه، وهو صادق وهو الكاذب نعم. وهو حتى ما لم يعجب نتنياهو نتنياهو يريد أكثر من ذلك. لماذا نتنياهو اليوم يعتبر أنه يدافع عن كل هذه المنظومة؟ نتنياهو يعلم أن الساسة الغربيون يدركون أكثر من العرب معنى أكلت يوم أكل الثور الأبيض. اليوم إسرائيل في وجهة نظر الغرب هي الثور الأبيض الذي يثور في وجه كل هذه المنطقة عبثا وفوضى إذا ما تم ضربه واستئصاله، فهذا يعني أن اليوم الثاني سيكون في قلب واشنطن وفي قلب لندن وفي قلب العواصم الأوروبية. ولكن بعد إذنك، إذا تابعت كيف علق استمرار لهذه الفكرة، كيف علق على تصريحات ماكرون حول وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، قال إحنا هذا عار عليكم ونحن ماضون في حربنا بكم وبدونكم، ونصب نفسه وزير الخارجية الفرنسي في تل أبيب اليوم ربما لتدارك يعني التسخين. يعني هي بالمناسبة، حتى برضو نكون سياسيا دقيقيا، الرسالة ليست لفرنسا أكيد. فرنسا في حرب 67، في حرب 73 حظرت تصدير الأسلحة حتى على إسرائيل، منعت في 73 الطيران الأمريكي أن يستخدم أجواءها من أجل تزويد جسر جوي لإسرائيل بالسلاح. فرنسا تعلم أنها منذ الحرب العالمية الثانية خرجت منتصرة وهي مهزومة، وهي في سلسلة من التراجع لا تقوى أن تفوت هذه الحلبة. ولكن الرسالة كانت مهمة أن يرد عليها نتنياهو كي تصل الرسالة لكل الغرب. هنا في نقطة مهمة يجب الانتباه لها قبل أن ننظر إلى الرد الإسرائيلي، وهو السؤال الأبرز: على ماذا استندت إيران لتفعل ما فعلت؟ يا جماعة، الضربة اللي وجهتها إيران ضربة مش سهلة. هذا المشهد مئات الصواريخ، عشرات الصواريخ، هذا مشهد الحمم، هذه الصواريخ وهي تنزل متتالية، هذه الضجة اللي ثارت في كل إسرائيل بين قوسين. يا جماعة، لولا تصوير هذه حالة الانضباط من الجمهور الصهيوني في عدم تفلت الفيديوهات صورة. هذا التصوير اللي صار من أهل الأردن واللي صار من أهل 48 واللي صار من أهل الضفة هو الذي فضح إسرائيل. هذا مشهد خطير اللي صار. أحدهم سأل سؤال بسيط: هل إيران أخذت حبوب شجاعة لتفعل ذلك؟ ما الذي دفع إيران وعلى ماذا استندت؟ تقدير أن هناك ثلاثة عوامل قد تكون واحدة منها أو بعضها هو ما استندت إليه إيران. الأمر الأول أن تكون إيران بالفعل قد امتلكت تكنولوجيا حقيقية متعلقة بالدفاعات الجوية، إذا ما وجهت إليها ضربة تكون قادرة على التصدي لهذه الضربة، وبندقيتها مذخرة ومدافعها مذخرة تستطيع الرد. الأمر الثاني هو أن تكون فعلا إيران وصلت إلى مرحلة امتلكت بعض المقدرات التصنيعية العسكرية التي تستطيع من خلالها أن تلجم جزء من المنظومة الغربية في المنطقة. هل تتوقع أن تكون الهجمات تطال كل شيء حتى الخطوط الحمراء بما فيها؟ هل إيران متوقعة؟ هو النقطة أو العامل الثالث هو ما قد يعني يعدل مزاجنا في الإجابة، وهو فعلا أن تكون إيران بعد استهداف نصر الله أن تكون فعلا حشرت في الزاوية ولم يبقى أمامها سوى القتال والقتال المستميت. هذا يعني أنه إذا ما حدث رد إسرائيلي يجب أن يكون بالفعل مدروس. تعودنا على نتنياهو في هذه الحرب أن لا قواعد، أن لا خطوط حمراء. قد يستهدف الخامنئي، قد يستهدف المنشآت النووية، قد يستهدف الرئيس، قد يستهدف كل شيء، ولكن ما فعلته إيران هو رفع كرتا في وجه إسرائيل أننا الآن في الزاوية ولا يمكن أن نتراجع حتى لو ذهبنا إلى حرب شاملة. هذه رسالة وصلت بالحديد والنار، وبما شاهدناه عبر صور الأقمار الصناعية لمدرجات الطائرات العسكرية ولكثير من المواقع التي اختارتها بدقة وعناية، وهي في حد ذاتها رسالة أننا لدينا إمكانيات تتجاوز كل الدفاعات الجوية وتضرب بدقة. هذه المرة كانت رسالتنا في هذا الموضع، إذا ما أخطأتم التقدير ستكون المواضع الأخرى مفتوحة أمامنا. لذلك أنا استكمال لهذه النقطة، أعتقد أن الأهم في ضبط كيفية الرد الإسرائيلي على إيران سيكون الرسائل التي وصلت من تحت الطاولة.
ليس الرسائل التي رأيناها بالنار والبارود ولا بما يقول القادة الإيرانيون وكيف يرد عليه الإسرائيليون. كيف تتعامل المنظومة الأمنية العسكرية الإسرائيلية والغربية مع حجم التهديدات التي سيشكلها الرد الإيراني في حال حصل؟ أنا أعتقد هذا هو ما سيضبط إيقاع الرد الإسرائيلي، بمعنى إذا كان لدى الجيش والمؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال تقديرات بأنه رد مفتوح مجنون من قبل بنيامين نتنياهو على طهران قد يجلب ردود فعل غير محسوبة على إسرائيل ولا يمكن السيطرة عليها ولا على تداعياتها، أنا أعتقد المؤسسة الأمنية والعسكرية ستلجم بنيامين نتنياهو وتمنع من اتخاذ هذا القرار. لا ننسى أنه إسرائيل في النهاية حتى الآن ورغم كل ما فعله بنيامين نتنياهو لازالت تدار من خلال الدولة العميقة التي يشكلها الجيش ويشكلها القوى الأمنية، وهذا جزء أساسا من الصراع القائم ما بين المستوى السياسي الحكومي ومستوى الجيش. كثير من التجاذبات التي شهدناها خلال العام الأخير ما بين جالانت ما بين حتى إيزنغوت والفترة التي كان فيها جانس يتحدث أو يناكفون بنيامين نتنياهو هي في إطار هذا الصراع. إذا وصلت الأمور لمرحلة تلقي تهديدات حقيقية من تحت الطاولة بأنه قد تتلقى إسرائيل رد غير مسبوق ربما يؤثر على لا نتحدث عن الردع ولكن على بنية الوجود، هو اللي عمله نتنياهو في الفترة الأخيرة أنه نقل حرب مع حزب الله إلى حرب وجود، لم يعد هناك لم تعد الآن مسألة ردع أو مسألة تكافؤ في القوى وغيره، أصبحت حرب وجود. إذا أدركوا أنه حشر إيران في النقطة التي ستجعلها تحرق الأخضر واليابس أنا أعتقد أنه قد هذا يحدد الشكل الذي سيرد فيه ولكن لا هناك نقطة بس لا أتوقع أن المستوى السياسي داخل الاحتلال الإسرائيلي أو حتى العسكري بهذا النضوج، وإلا ما مضى قدما فيما يقوم به سموتريتش قبل قليل تحدث يجب أن نواصل الحرب لقطع أذرع إيران ورسم نظام جديد في الشرق الأوسط. هناك إشكالية موجودة الآن داخل الحكومة الإسرائيلية بأن اليمين المتطرف الذي يحكم البعض منه أصلا لم ينخرط في الجيش ويريد أن يجلس في الكابينت ويتخذ قرارات عسكرية هو أصلا كل خبراته ولا حقائب سياسية يعني هو فقط صحيح في المدارس الدينية كل خبراته العسكرية تتعلق بما يقوم به من تشبيح واستهداف أهالي الضفة الغربية وغيرهم، وهذا هو من عليه أن يتخذ قرارات عسكرية ومصيرية مثل يعني الدخول في حرب مفتوحة وانتهاك كافة قواعد ونقاط الاشتباك مع دولة نووية مثل إيران. فلا أتوقع بأن الحكومة بهذا النضج حتى تستطيع أن تفكر. أيضا بخلاف ذلك هو تجاوز حتى فكرة الولايات المتحدة، هو ولد مدلل على الولايات المتحدة أن تقوم فقط بتحجيمه أو يعني كبر أو محاولة تغطية ما يقوم به من مشاكل وإثارة مشاكل في المنطقة، وهي على استعداد أن تصل معه إلى الحد الأقصى فيما سوف يقوم به الاحتلال. فحالة من حالات الجنون، جنون العظمة، حالة من حالات يعني جالانت وغيره من القادة العسكريين يدركون بأن وجود سموتريتش أو بنغفير في الكابينت أو في أي مستوى سياسي هو حالة سوف يدفع البلاد نحو الهوية، وهو ما تحدث عنه أولمرت، ولا يريدون أن يصلوا إلى هذه الهوية، ولكن يبدو بأن الجنون سوف يدفعهم إلى هذه الهوية. غير بعيد أيضا عن سياقات مستقبل وسيناريوهات المنطقة في ظل الانتظار ربما للضربة الإسرائيلية لإيران تبقى انعكاسات مجرى على واقع ومستقبل العدوان على غزة ذات خصوصية بالغة، خصوصا ونحن أمام أوامر إسرائيلية جديدة ومتكررة بإخلاء مناطق جنوب ووسط قطاع غزة مع عودة الخصف الشديد لجباليا تحديدا بالتزامن مع التظاهرات العالمية المستمرة ضد الإجرام الإسرائيلي. قوات الاحتلال تطوق جباليا بريا تزامنا مع قصف عنيف على المخيم. قالت القناة 12 العبرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية واسعة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف جوي مكثف على المنطقة. ونقلت القناة عن المتحدث العسكري أن القوات استكملت تطويق منطقة جباليا بالكامل، وأشارت القناة إلى أن الجيش نفذ هجمات جوية وأرضية على أهداف مختلفة في المخيم، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين. وأضافت أن هناك حالة من الذعر والخوف بين السكان المحليين بسبب شدة القصف والتوغل الإسرائيلي. في المقابل يعاني الدفاع المدني الفلسطيني من صعوبات في إجلاء المصابين بسبب استمرار العمليات العسكرية. وأشارت القناة
إلى أن الجيش وسع الممر الذي يقسم قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب استعدادا للمزيد من العمليات العسكرية. ويأتي هذا التصعيد قبيل يوم واحد فقط على الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس الكبير في 7 أكتوبر. بعد عام على الحرب، الآلاف حول العالم ينضمون إلى المظاهرات المناهضة لإسرائيل. قال موقع تايمز أوف إسرائيل إن صورة إسرائيل تدهورت عالميا بعد عام من الحرب على قطاع غزة ولبنان، وأشار الموقع إلى أن المظاهرات المناهضة لإسرائيل التي شارك فيها الآلاف في مدن كبرى مثل لندن وباريس وغيرهما تعكس تحولا في الرأي العام الدولي تجاه إسرائيل. المتظاهرون انتقدوا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، متهمين إسرائيل باستهداف المدنيين. كما أشار الموقع إلى أن التظاهرات تجرأت ورفعت شعارات ولافتات دعما لحزب الله على الرغم من الحظر المفروض على دعمه في دول مثل بريطانيا. إذن هل نحن أمام بدء عملي ربما لما سمي بخطة الجنرالات، وهي تفريغ شمالي قطاع غزة؟ القصف الذي تم على جباليا، أهالي جباليا تحدثوا أننا وكأننا عدنا للأيام والشهور والأسابيع الأولى للعدوان، ما الذي يريد الإسرائيلي؟ لا نستطيع أن نجزم أننا أمام تنفيذ خطة الجنرالات قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك صراحة، لكننا أمام حالة واضحة، ونستطيع أن نقول بشكل دقيق أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول في جهده العسكري من البارحة وحتى اللحظة وهذا الجهد المستمر أن يحيد أي ضربات قد تصدر في 7 أكتوبر وفي ذكرى عام على الطوفان وفي ذكرى عام على هذه الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة. هو يعلم تماما أن منطقة جباليا ومنطقة شمال قطاع غزة بما تمثله من عمق استراتيجي للمقاومة الفلسطينية ومن علامة فارقة في منطقة الشمال وعلى مقربة من الغلاف وعلى مقربة من المناطق الحيوية والحساسة ومحور نتسريم الذي تحدثنا عنه قبل وقدرتها على استهداف عدة أماكن من هذه المنطقة. هو أراد أن يحدث ضمن مبادئة عسكرية أن يقوم بعملية ضربة تسديد ضربة استباقية لمقدرات المقاومة، فضلا عن أنه بالفعل وهذا غير مخفى أن المقاومة الفلسطينية وتشكيلات المدنية الموجودة على الأرض استطاعت أن تستعيد عافيتها واستطاعت أن تعيد ترتيب أوراقها، سواء تشكيلات متعلقة بالصحة، بالإغاثة، بالبنى التحتية، بالشرطة، بمكافحة اللصوص أو الجواسيس والعملاء، وحتى صدرت عندنا محاكمات لعملاء في الأيام الأخيرة. هذا كله أثار فزع الاحتلال وبالفعل جعله يسدد هذه الضربة الاستباقية. وهنا نؤكد أنه برغم مضي عام على المعركة إلا أنه استطاع لم يستطع أن يدخل مخيم جباليا بسهولة، ولم يستطع إلى اللحظة حتى الوصول إلى قلب المخيم، إنما هو حاصر المخيم يضرب هنا ويضرب هناك، يتم تفجير مبنى كامل فيه أكثر من 10 جنود صهاينة ما بين قتيل وجريح، يتم استهداف آليات عسكرية، يتم قنص جنود. هذا كله بعد عام على الحرب، تخيل عام على الحرب وهذا يحدث. يستدعي الفرقة 162 من محور فيلادلفيا، وبالمناسبة يخرج تصويرا لنقل، وهذا له قراءة في العمليات النفسية، من ناحية هو يريد أن يظهر مشهد كيف أن محور فيلادلفيا تمت إضاءته وتم الانتهاء تماما من ترتيباته ووضع كاميرات وكشافات إضاءة وسفلتة وكل ما إلى آخر ذلك، أنه مؤمن وكأنه يريد أن يوصل رسالة ذهنية أنه مؤمن. وأنا تقديري أن هذا بحاجة إلى فحص من المقاومين في الميدان وبحاجة إلى رصد من نقطة صفر، لأن نقل فرقة عسكرية من فيلادلفيا إلى الشمال يعني الكثير، ومن ثم هو يعني أظهر مشاهد الدخول عبر محاذات البحر والدخول عبر المناطق الممسوحة والمدمرة والتي سبق أن قصفت قصفا سجاديا، فهو لم يحقق إنجاز لا في دخوله ولا في المعابر الوصولية التي دخل منها، وإنما هو يعني يحاول أن يرسم شيء من الصورة التي تعيد التوازن إلى قدراته العسكرية وإلى سيطرته وقدرته على الدخول في أي لحظة. وهنا يجب أن ننتبه لشيء مهم، هناك قاعدة في العسكرية تقول أن الجيوش تقاتل كما تتدرب،
هذا الجيش تدرب على القتال بمنظومات ثقيلة، بمنظومات عالية، غطاء جوي، تقدم آليات، مسح، كل هذه المنظومة غير قادر على إعادة تغييرها، غير قادر على التخلي عنها. كل هذه الحركات حركات مفضوحة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية ومكشوفة ومدروسة، وبقدر ما حاول أن يناور وأن يستخدم الذكاء الصناعي الـ AI وأن يستخدم بعض التقنيات وأن يناور عبر المستعربين وأن يستخدم، هذا كله أصبح تكتيكات مكشوفة أمام المقاومة الفلسطينية. هو جيش في النهاية جيش ثقيل، صحيح مزود بتكنولوجيا كبيرة، إلا أنه يقاتل كما تدرب ويقاتل بالنسقية الكلاسيكية المعهودة عن الجيش الإسرائيلي في القتال، وهذا ما أحدث تفوق للمقاومة الفلسطينية. وإن كان الحديث عن تفوق بعد عام من القتال يعني شيء كبير، ولكن حقيقة هو صمود ورسالة تحدي وتصدي كبيرة. نعم، هل المسألة مرتبطة بمتغيرات جبهة لبنان وما يمكن أن يترتب على الضربات لإيران والرد المقابل؟ يعني هل خطة غزة ثابتة هو يتحرك بموجبها، أم أن ما تمليه الظروف تفرضه الوقائع على الأرض؟ يعني جزء كبير من المعطيات التي تدعم الاحتلال في الإبقاء على جبهة غزة حاضرة هو أنه لا يريد لهذه الجبهة أن تخرج من المشهد قبل أن يحقق فيها أي من الأهداف. لأنه إذا انتهت الحرب في غزة على سبيل المثال الآن في ظل حالة الانشغال الكبيرة في عدوانه على لبنان وفي محاولة الاقتحام الفاشلة حتى لمنطقة جنوب لبنان، هذا سيقود إلى أسئلة بخصوص تراكم الفشل في مسيرة بنيامين نتنياهو. وبالتالي هو يرفض أن يقدم الآن إقرارا بأنه جيشه عالق في قطاع غزة، لم يحقق أي من الأهداف التي كان يريد أن يحققها، لم يستطع الانتصار على الفلسطينيين. ما الذي يمكن أن يقدم هذه الصورة؟ أن الجيش ما زال يعمل. عقيدة دعوا الجيش ينتصر أنا أعتقد هي التي تحرك الأداء الإسرائيلي الآن في قطاع غزة على وجه التحديد. لذلك حتى لو فقط اكتفى بتنفيذ مجازر من خلال الطيران ضد المدنيين، هو يريد أن يوصل الرسالة إلى المجتمع الإسرائيلي بأننا لم نبعد غزة التي تسببت بكل هذه الدائرة من النار في كل الإقليم الآن، لم نبعدها عن الحسابات، لم ننسى أبناءنا الأسرى في قطاع غزة، والذين بالمناسبة هم حقيقة أصبحوا الآن، نحن نتحدث اليوم عن حوالي 130 أسير ما زالوا داخل قطاع غزة. نعم. نحن نتحدث عن 130 ملف رون أراد جديدة، لأنه فعلا هذه الملفات قد تفضي بها سياسة نتنياهو إلى الإلقاء في مزابل التاريخ وإلى النسيان وإلى البحث عن إبرام صفقات بعدما يفوت الأوان. هو لا يريد أن يصل الشارع الإسرائيلي إلى هذا المستوى من التفكير، لذلك يجب أن تبقى غزة حاضرة. هذا كله يضاف إليه الأبعاد الميدانية الكثيرة التي تفضل فيها الدكتور عبد الرحمن، بالإضافة لفكرة أنه فصل الجبهات عن بعضها البعض أحد الأهداف الرئيسية التي يريد أن يحققها. وبالتالي هو يريد أن يوجه رسالة إلى محور المقاومة بشكل أساسي، أنه حتى لو وصلنا إلى اتفاق في جنوب لبنان فيما يتعلق بالقتال مع حزب الله، ساحة غزة حديقة خلفية خاصة أنا أقاتل فيها بالطريقة التي أشاء وفق ما أرى. أنا أعتقد هذه الأهداف كلها حاضرة على طاولة إدامة العدوان في قطاع غزة. نعم. أيضا من صور الإجبار لربما موضوع أيضا اللعب بورقة النازحين ودفع الناس من خلال الأوامر الإخلاء. بالأمس كانت هناك أوامر إخلاء لأهالي الوسط والجنوب بالإخلاء. أيضا لنتابع هذه المشاهد وهذا الفيديو لإجبار السكان على النزوح ضمن رحلة نزوح متكررة باتت، لربما لا يوجد بيت في في في, في كل قطاع غزة إلا انتقل مرة ومرتين وثلاث مرات. السلام عليك يا جبال التي تعيش قدر النزوح للمرة العاشرة بعد المئة. السلام على هذا الشعب المظلوم الذي لم يخلق الظلم إلا له. حسبي الله لا دهود يا رب العالمين، استجبهم يا رب، حسبي الله عليهم كيف مروا دمرهم يا رب العالمين يا الله. جباليا الصباح ينز دمنا. السلام على حسن حمد وعلى كل الشهداء الذين ارتقوا على مذبح هذا المخيم الصامت الصار. نعم.
يعني مشاهد ربما تكون بالنسبة للبعض متكررة لكنها مؤلمة جدا لمن عاشوا النزوح مرة تلو المرة، وهو هدف عدم إشعارك بموضوع الاستقرار حتى داخل خيمة، أليس كذلك؟ نتنياهو عندما بدأ هذه الحرب بدأ من الشمال وأجبر أهالي الشمال أن ينزحوا نحو الجنوب باعتبار أن الجنوب آمن، صحيح، وهكذا دواليك حتى وصل إلى محور صلاح الدين وفشل في تحقيق أهدافه. يعني هو من الشمال إلى الجنوب فشل في تحرير الأسرى، فشل في استهداف قادة حماس، فشل في استهداف القادة العسكريين داخل الحركة. فالآن أنا وصلت عند الحدود المصرية، طب ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ لا يوجد مكان أذهب إليه، ولم أحقق الأهداف التي قمت من أجلها الحرب وسفكت كل هذه الدماء، فعلي أن أعود من جديد وأعيد الكرة من جديد وأذهب أيضا نحو الشمال، وعلي أن أستهدف أهالي الشمال ممن لم ينزحوا وممن لم يتركوا الشمال من جديد. فهي دائرة مفرغة يحاول الجيش الإسرائيلي أن يذهب إليها من جديد على أمل أن يحصل على ويحقق أي هدف من أهدافه. وهي مكررة منذ عام تقريبا. صحيح، وعلى هدف أن يعني فليبدأ العام الجديد بأعيد الكرة من أول من جديد وأبدأ من بيت حانون وحتى أذهب إلى الجنوب حتى لعل وعسى أن أحقق أي هدف من أهداف، مثلا أجد أسير هنا أو هناك، أستهدف أحد القادة، أستهدف الصنوار، أجد الضيف هنا أو هناك، حالة من حالات العبس أو التيه. نعم. التيه الذي كتب على بني إسرائيل يمارسه الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة، لعل وعسى أن يحقق أي هدف من الأهداف. وهو أيضا يدرك أمر هام، المقاومة الفلسطينية لم تنتهي سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط أو في أي مكان، ويدرك أيضا بأن المقاومة أعادت تشكيل نفسها من جديد في الشمال، بل وتحدثون بأن البعض انضم أيضا إلى المقاومة، هي حتى ولو كانت يعني خسرت إذا نعد الشهادة خسارة أفراد بشريين وعنصر بشري، هذه العناصر البشرية يعني استكملت واستكملت من جديد عن طريق أهالي قطاع غزة. فهو يدرك بأنه إذا ذهب أيضا للشمال لن يكون الأمر نزهة، نعم، ولن تكون هناك حالة من حالات الضرب هنا أو هناك رحلة من رحلات الجيش الإسرائيلي، ولكن المقاومة الفلسطينية تنتظره من جديد وتنتظره في نقاط تمركز مختلفة في أماكن مختلفة، لأن صاحب الأرض بلا شك مختلف عن الأجنبي أو العدو. التظاهرات بما تبقى من وقت ضيق، التظاهرات في العالم عادت من جديد، أصبحنا نشاهد إلى جانب العلم الفلسطيني العلم اللبناني في تضامن عالمي إنساني مع المدنيين، مع الضحايا أمام حالة الصلف والإجرام الإسرائيلية. معادلة التظاهرات في الشوارع الغربية أو العربية أو العالم، ما وزنها في ظل استمرار بنيامين نتنياهو في لغة القتل ولغة الدمار؟ طبعا اللغة التي يفهمها الاحتلال هي لغة القوة، واليوم هو ميدان عمل متعلق يعني صراع المشاريع، وهذا الصراع اليوم صراع عسكري، هذه هي الميدان الأكبر. ولكن هذا لا يعني أن الأسلحة الأخرى محيدة، بالعكس، اليوم موضوع المظاهرات، موضوع الاحتجاجات وحتى الرسائل الإعلامية، الحملات الإعلامية، قضايا القانونية، العمل الطلابي، هذه كلها اليوم رسائل مهمة جدا جدا لتبقي على الرواية الفلسطينية متصدرة، لتحافظ على الزخم والانحياز للحق الفلسطيني، من أجل أن نعزز كل من يستطيع أن يضرب في المصالح الصهيونية ويطارد هذه المصالح الصهيونية، أن تجعل المحتلين الصهاينة مجرمين في هذا العالم. هذه الرسائل المهمة لهذه الوسائل المدنية هي رسائل فعالة، صحيح اليوم ليست على تماس كامل مع المعركة، ثمارها ولكن بطيئة يعني، ولكنها ذات استراتيجية مهمة، على بعد استراتيجي مهمة جدا. الأمر الأكثر أهمية أن اليوم الناس في الميدان عندما ترى حجم هذا التعاطف وحجم هذه المتابعة والاحتجاجات، اليوم كانت تركيا تعج في ولاياتها 81 بمظاهرات، اليوم لندن، باريس، شوارع العواصم
الأوروبية جميعها كانت تعج بالاحتجاجات والمظاهرات المحتجة على دولها والمحتجة على حكوماتها في الغرب والمؤيدة والمساندة والمتضامنة مع فلسطين والتي تنصر الحق الفلسطيني. هذا الاحتلال يجب أن يشعر أن ما يقوم به هو إجرام حقيقي وأنه ملاحق في كل ميدان وفي كل مكان. يجب أن يخجل كل من يدعم هذا الكيان، يجب أن يشعر بالعار كل من يقترب من مصالح هذا الكيان. هذا أمر لا يمكن أن يتم فقط بفوهات المدافع وبالاشتباكات في الميدان، إنما أيضا بالاشتباكات السياسية والاشتباكات الإعلامية والجماهيرية والشعبية، وهذا ما يترسخ اليوم في صورة متتالية. في تقديري أن النخبة في الغرب أو النخبة في العالم العربي والإسلامي يجب أن تقود معادلات دقيقة في هذا الحراك، ويجب أن يكون حراك أكثر من عفوي وأكثر من حراك شعبي إلى أن يكون حراك موجه نحو تحقيق رسائل وتحقيق ضغط تجاه مصالح بعينها لوقف هذه الإبادة ووقف هذه الحرب عن أهلنا في قطاع غزة. إذن هي حرب يتعين استخدام فيها كل الأوراق بطبيعة الحال، ولا يجوز الاستهانة بهذه الورقة أو تلك. بطبيعة الحال الثمار المرجوة من أمثال هذه الأوراق الأخرى ربما لا تكون قريبة، لكنها في المعركة الاستراتيجية مع الاحتلال هي مسألة مطلوبة، خاصة في الأنظمة السياسية الديمقراطية حتى لو كانت معادية لتطلعات الفلسطينيين ومؤيدة للاحتلال. خلينا نشوف هذه المظاهرات في لندن ماذا فعلت. هي تضغط الآن باتجاه وقف تصدير أجزاء من طائرات F-35 لدولة الاحتلال، وربما موقف ماكرون جزء من المسألة. الحكومة البريطانية مضطرة دائما للتبرير إلى أنه لا يمكن تتبع سلسلة التوريد وبالتالي لهذه الأجزاء، وبالتالي من حق أي دولة أن تطلب هذه القطاع وبالتالي هي تذهب لها ينتهي بها المطاف في إسرائيل. الآن أصبحت تواجه القضايا القانونية بناء على تحرك الشارع. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك قانون جديد تقدم به الجمهوريون من أصدقاء إسرائيل يلزم الشركات التي تحضر البضاعة من داخل أو البضائع من داخل المستوطنات بأن تزيل عنها عبارة أنها صنعت في المستوطنات وأن تكتفي بإشارة أنها صنعت في إسرائيل، لأنه هناك حالة مقاطعة حتى من الجمهور الأمريكي للبضائع القادمة من المستوطنات. هذا اليوم له أثر كبير، استقالات بالجملة في الشركات التي تدعمها إسرائيل والشركات الداعمة لإسرائيل. صحيح. اليوم تغيير للكود المستخدم لتصنيف المنتجات الإسرائيلية، كل هذا يدلل على أنهم أمام حرب حقيقية. لا يستطيعوا أن يتجاوزوها بسهولة. صحيح. أنتم أيضا مشاهدين كيف تجدون أثر هذا الحراك العالمي ضد الإجرام الإسرائيلي؟ إلى أي مدى يمكن لهذه التظاهرات والرفض العالمي أن يؤثر في مكان ومكانة الاحتلال الإسرائيلي؟ هل يمكن لهذا الرفض أن يغير في سياسة الإجرام اليومية في كل من لبنان وغزة؟ اكتبوا لنا رأيكم عبر منصات قناة الحوار المختلفة. في الختام أشكر ضيوفي دكتور عبد الرحمن الفراء الباحث في الشؤون الأمنية وجماعات الضغط، دكتور خليل مبروك الصحفي والباحث السياسي، والأستاذ محمد وريور الصحفي والمحلل السياسي. كل الشكر لكم ضيوفي الكرام، وشكر لكم أيضا موصول المشاهدين على طيب المتابعة. نلتقيكم في حلقة جديدة، أترككم في أمان الله.